إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. التردد الحراري اللي بنستخدمه إحنا في تخصصنا اللي هو تخصص علاج الآلام المزمنة هو التردد الحراري النبضي اللي بيعالج التهاب الأعصاب والتهاب المفاصل، مش التردد الحراري اللي بيحرق الغدة الدرقية. ده بيستخدمه الجراح عشان أورام الغدة الدرقية، ما تتلخبطش بيننا وبينه. في التردد الحراري اللي بيحرق أورام الكبد، بيستخدمه طبيب الجهاز الهضمي عشان أورام الكبد، أرجوك ما تتلخبطش بيننا وبينه. في التردد الحراري اللي بيكوي الأعصاب ويحرقها ويموت الأعصاب، وده بيستخدم دكتور جراحة المخ والأعصاب عشان يعالج بيه الأورام السرطانية ويموت الأعصاب المسؤولة عن الألم في السرطان، أرجوك متلخبطش بيننا وبينه. احنا بنستخدم التردد الحراري اللي بيعالج التهاب الأعصاب والمفاصل بدون جراحة وبدون حرارة وبدون كي وبدون تمويت للعصب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.